يتابع النجم عمرو دياب تطورات مسلسله الجديد الشهرة من العاصمة الإماراتية دبي، حيث يتواجد الهضبة هناك في الوقت الحالي، ويحرص عمرو دياب على الاتصال الدائم بمنتج العمل تامر مرسي والمخرج أحمد نادر جلال لتبادل الآراء بشأن ترشيح الفنانين المشاركين وتحديد موعد بدء التصوير. ومن الفنانين الذين تم الإعلان عن انضمامهم للعمل خلال الفترة الماضية هم كل من الفنان هاني رمزي ومنى شلبي وبشرة وإدوارد وأحمد فهمي ومحمد لطفي وأمينة خليل، وجاري ترشيح باقي الأبطال. شغل